بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين أجمعين ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا. حبيبي من الخط وسلام زين، هذا إن شاء الله نكون مع بعض إلى مرتين الفيتس. تابعوني، ركزوا معايا، تفوق كويس جدا إن شاء الله. طبعا قلنا شاشة من الإنجليزي السنة الجاية إن شاء الله في المارك، كل حاجة في الورقة، بس فضلا بس أمرا شرف القناة، فعل الجرس، تسلمي كل من كل جديد. كمان قلنا إحنا في السنة الجاية نشتغل المنتفع به بالناس، نحن نعمل لايك للفيديوهات ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يونت 8 فوتشر تنسز خدمة المستقبل. طب دلوقتي عشان نتكلم عن فعل في المستقبل، هنتكلم في كذا زمن، من زمن واحد different tenses يعني. طبعا أي مستقبل الكيوز بتاعته المادة اللي عليه tomorrow، مشهورة جدا tomorrow، next، next week، next year، next summer، إلى آخره. in the future، in plus future time، ظرف المستقبل، in 2 hours، خلال ساعتين، كنت ويست في خلال أسبوعين، أو فيوتشر ديت تاريخ المستقبل، فروم تو من إلى. طيب هاو تو توك أباوت ذا فيوتشر، إزاي بنتكلم؟ أول حاجة باستخدام ويل بلس إنفينيتيف، ويل أو وونت طبعا، ده فيها وونت، بلس إنفينيتيف ده في الأكتيف، في الباسيف يبقى ويل بي بلس باست بارتيسيب، يبقى ويل جو، want to play، will be done، الباسف سوف يعمل. okay. ده أول حاجة، will infinitive، want infinitive، active، بس يبقى will be plus past participle. إمتى الكلام ده بنستخدمه؟ وهي بنقول لك promise، وعد، threat، تهديد، offer، عرض، request، طلب، وده معاه will plus inventive. ايه تاني؟ suggestion، اقتراح، future effect، حقيقة مستقبلية، quick decision، قرار سريع، warning، تحذير من شيء، prediction، تنبؤ، وده برضه معاه will plus inventive active، أو will be plus past participle أو passive. نختار بقى I promise I you next week، next week or the future، and will visit، and visit، and I'm visiting، and I can visit you next week. طيب I E I promise أعدك promise F Y promise، نختار طبعا I will visit. okay promise I will I promise I visit you. I will visit you next week. I, you, if you make another mistake. أو قلت غلطة تانية. تسميز دي هنرفض أو يفصل. If you make another mistake، لو عملت خطأ آخر. ده إيه؟ تهديد. ده threat. بيهدده. وأنت أنا هرفضه. طيب، why؟ If you make another mistake، why؟ برضه will ومصدر، يبقى I will dismiss you if you make another mistake. سبب جنبها هو threat، تهديد، مش كده قلنا will infer. طيب I you do the housework، تعمل الأعمال المنزلية، هساعدك يعني. تمام، بدأ إيه؟ There is an offer، عرض بيضع المساعدة، هيساعده وهساعدها في الأعمال المنزلية، وده برضه offer، يبقى برضه will plus inventive، يبقى I will help you do the housework، لأن ده offer، يبقى will inventive. طيب ده question، طب ده سؤال طبعا. me الموبايل to make an urgent call،
ولكم بمكالمة مستعجلة، وده ريكويست طلب، ممكن تسلفني طلب برضه ويل، وده سؤال يبقى ويل يو لند، وده ريكويست. ويل يو لند مي يور موبايل فون تو ميك ان ارجنت كول، يعني مكالمة عاجلة. ويل يو لند، طب ويل يو عندك سؤال، ويل يو لند Grandpa 80 next month، عنده إيه 80 سنة الشهر القادم، تمام؟ طبعا دي إيه؟ future fact، حقيقة في المستقبل، دي حقيقة تاريخ ميلاده محسوب بالسنين واليوم والسنة، فده future مفيش كلام، future fact، يبقى ده برضه will be، my grandpa will be 80 next month، ليه؟ future fact. Okay. لسه بنحضرنا will be. ويان با will be 80 next month. وإنسان إنسان بقوله مصدر، لأن ده حقيقة. In the coffee في المقهى I told the waiter some tea أو شاي. طب في المقهى بدأ إيه؟ نقول رحمه الله هو نشرب حاجة. مش عارف يشرب إيه بس هنشرب حاجة. بنتقرر إمتى؟ وقت ما الويتر يسألنا هتشرب ايه؟ وقرر في ساعتها، يبقى ده كويك ديسيشن، قرار سريع، يبقى ده وينفنتيف، إذا كان في أي ويل هاف سمتي، دي كويك ديسيشن، عرفنا ازاي جه ازاي؟ هنشرب حاجة، قررت أول ما قال لي هتشرب ايه؟ يبقى ده ويل بلس انفنتيف، يبقى ويل هاف سمتي، طبعا ده كان في المقهى. Don't smoke or you in lungs هتبوظ الرئتين بتوعك، تحذير طبعا ده warning، or وإلا your lungs هتبوظ الرئتين، تحذير برضه warning، ده يبقى برضه warning فانتوم، يبقى don't smoke or you will damage your lungs، ليه warning يبقى will damage. It heavily this year، هذا العام، ده طبعا ايه تنبؤ، ما دليل تنبؤ بحاجة، بس ما عنديش دليل على كده، تنبؤ ده برضه يبقى ايه، يبقى ويل رين evidence with no sorry prediction with no evidence but will rain، تنبؤ بدون دليل برضه ويل انفرد، احفظ معايا هيصير بس احفظ زي تحفظ يعني. اوكي كمل. مستقبل بسيط برضه سليم ممتع برضه بويل مع الاكسبريشن دي تعبت لي هادي التنبؤ، بقول I believe ما هو المصدر، I think برضه هو المصدر، expect برضه هو المصدر، suppose أعتقد برضه هو المصدر، probably محتمل برضه هو المصدر، possibly ممكن برضه هو المصدر، I wonder، أتساءل، I'm sure، أو certain، متأكد، I hope، perhaps، definitely، وده معاه will plus infinitive، أكتب will be plus past participle لو كويسة، I think you nice film، هتستمتع بفيلم الليلة، I think، تمام؟ وده برضه will infinitive. I think you will enjoy this film. I don't expect he is in the country. من غير البلد لا أتوقع. Expect أي؟ I don't expect. يبقى هي برضه will plus infinitive. يبقى هي will leave the country. It is cloudy. الجو ايه؟ غيم. It tomorrow هتيجي هتمطر بكرة. لو في of course he probably محتمل هي probably، يبقى دي برضه will infinitive، في كتير will infinitive مع probably لو، تبقى will probably rain، قبل منها will بعد منها rain، ترتيبها كده will probably rain، يبقى it's cloudy I think it will probably rain tomorrow،
okay. will probably rain. عشان بروبلي محتمل. طيب صفات الشخصية، واحد ذكي، واحد غبي، واحد شاطر كده إلى آخره، تم برضه بالتصنيفات. My brother is a clever، شاطر ذكي ماهر. يبقى I think he will be a doctor، هيبقى دكتور. ده مش دليل، بس يبقى شخصية، وده will infer. My brother is clever، I think he will be a doctor. Okay. أحمد is fast، بيجري بسرعة، يبقى he will win the race، هيكسب السبق. برضه بسرعة، برضه personal feature، سمة شخصية، وده I think he will win the race. قوة زمنية بعدها يعني لي منها present simple و present perfect، التاني يبقى will infer. تمام. لازم عندي after as soon as when once until till before the moment من time conjunctions. يبقى هم present perfect مرتين أو present simple مرة بسيطة، الثاني يبقى will plus infinitive. Okay. منهم present perfect أو present simple، الثاني will plus infinitive will must. After I watched the film، I تمام. After I watch، was the one way present simple مرة بسيطة، والثاني will infinitive will must. يبقى after watch the film I will sleep. من جملة after I do الأخيرو the homework I will go to bed. I will go. هذا أنا من أفتر من سمير أبرفكت. موجود موجود do have done has done. محلي يا إما do يا إما have done، من دول صح. أيوة أنا منهم. لازم ما ينفعش الفعل أي، لازم أحيي شوية، يبقى I do أو have done، من صح. Okay. Both are right. Do have done. Do present simple. Have done present perfect. Okay. من فعل. طب زي كده من ها هاي زي كده. لما كده بقى صح، ده كده بقى صح. لو ده بتاعي. After I do, after I have done. The homework, I will go to bed. Once you the report, will you hand it to the manager? Please, سلموا المدير لو سمحت. ونكتبه ريبورت تقرير. Once هي عندما يمنها سيميلا بيرفكت، تاني will infant. طب عندي will you lend will you hand، بس سؤال عشان كده بقى will you but will في will infant، والتاني simple أو will perfect. موجود اتنين موجودين، موجود you type موجود has type، ده simple ده perfect. طب you have ولا has؟ لا يمكن هاب، يبقى هاز دي غلط. يبقى الصح ايه؟ once you type the report will you hand it to the manager please. مريم ولدتي تبادلة يبقى نار تم مرة بسيطة أكتر من مرة يتبقى المصدر أكتر تم بسيط إيش معضلة يعني. okay. طيب يبقى منهم present simple present perfect، الثاني will plus infinite. كمل. will collect all the results when we the experiment. هذه ما كل النتائج لما نعمل تجربة experiment. يبقى we will collect وصف الليل صار will collect في will infinite. والتاني present perfect أو simple. and does simple have done the present perfect. طب we ما تخش does، لازم أحيم شوية. I will use it ما do، يبقى دي غلط. بس how we have done، يبقى we'll collect all the results when we have done the experiment. The students until the teacher comes، حتى يأتي المدرس. until يبقى أنا بقول إيه comes present simple. تمام.
معازيب والمنفذ موجود، موجود اتنين هما ايه، والليف هيمشوا واللي مش هيمشوا، وكده عايز معنى ما دي دي هيمشوا مش هيمشوا، حتى يتم مش هيمشوا مش هيمشوا. The students were want to leave until the teacher comes. وطبعا الصالي صالي منه. The students want to leave until the teacher comes. We hear tell the teacher that the boss has come. The main autobus. Tell him that he has come. The new present perfect. Has passed the participle. I'm going to take a wooden phantom. موجود الاثنين، موجود won't wait، موجود will wait، يا هننتظر يا مش هننتظر. قلنا ليه لا بتقول شيء، هننتظر هننتظر طبعا، قلت ما ايه هننتظر وعايز الاسباب، يبقى we will wait here till the boss has come. يا ولاد كده ركزوا في الفكرة الصح، توصل الحل الصح ان شاء الله. يبقى will wait the moment he arrives. The food في اللحظة اللي هيوصل فيها. The food طعم. طيب عندي the moment يبقى arrives present simple. As he will infinitive. صح كده؟ عندي ثلاثة. Will cook. Will be cooked. Won't be cooked. Will be cooked دي بس سوف يطهى. ودي بس منفي. Won't be cooked. ودي سوف يطهى. صح؟ طب الطعام سوف يطهى ولا سوف يطهى؟ سوف يطهى، الطبخ يعني، يبقى will be cooked. The moment he arrives, the food will be cooked. يا ولد سهلة، ثلاثة هم will cook، will be cooked، won't be cooked. عايز واحدة منهم، إذا اتفرجت عليه the food، هتطبخ مش هتطبخ، بعدين الصبح. بس هيوطها أو لا مش هيوطها طبعا هيطبخ، يبقى will be good. Next will try will fly yes will fly to London once the tickets book يعني يحجز ما تسهل نحجزها. We will fly will infant once عايزين يبقى بس perfect بس simple. عندي اثنين، عندي have booked have been booked، عندي booked وانا بوك يحجز، have booked برضه يحجز، have been booked تحجز تحجز يعني. الفرق بتاعي ايه؟ بتاعي the tickets تحجز ولا تتحجز؟ هو تتحجز صح كده؟ عايز الباسيف وانت tickets have been booked. يولد will fly to London when the tickets have been booked. تذاكر. Okay. Next. تعبير عن نية أو قرار أو فعل على دليل. نستخدم أم يزار going to plus infinite. تمام. نية وتطلع من قبل. معاها أم يزار جملة بلس انفيرب أو your intention نية بلان خطة decision قرار كده مع أم يزار جملة بلس انفيرب. طيب we have a new house next year. This is a or a our plan or a our decision. Our plan يعني خطتنا خطة our decision قررنا. يبقى أم يظهر جون تو بلس انفينيتيف موجود موجود اللي هي ار جون تو باي. ليه موجود بلان موجود decision معاهم أم يظهر جون تو بلس انفينيتيف. طيب I'm having a lot of money. I'm saving as بوفر بالدخل بطول ماني because I a new villa اشتري هبني بالله فيلا جديدة بوفر لي عشان ايه مقرر او ناوي او مخطط برضه ام يظهر جونج تو بلس انفينيتيف يبقى ايه
and go to bed. يا ولاد حوش عشان كده مقرر ناوي نيت مخطط أمي ضربته مفاتف I command going to build. She is planning تخطط أي she the summer in Alex تتصف سيدي planning مخططة يبقى أمي ضربته قصد فاتف يبقى she is planning she is going to spend الآية دي is going to spend. طيب بوست جرادويت ستاديز ابرود this is his intention دي نيته يعملها في الخير بوست جرادويت ستاديز في استراليا هيعملها وتتعمل هتتعمل يبقى انا عايز باسل يبقى ام يزر جون تو بي بلس بوست بارتيسيبل يبقى ار جون تو بي دان ار جون تو بي دان نيتساتوري لو هي يبقى جون تو دو بوست جرادويت ستاديز وار جون تو بي دان اوكي ونركز برضه اكتب خلاص تختار اكتب بس اختار بس she is pregnant حامل she حبيبي خلف طفل بالدليل اهو حامل ده كده اني حامل يبقى she is going to have فالفيديو اللي راح ندوسه اوكي يبقى she is going to have a baby The sky is dark. السماء مغيمة. So dust. And cloud مغيمة. I think it هتمطر. في دليل اهو. Dark و cloudy. في دليل على الفعل. يبقى I'm either going to plus infinitive. يبقى it is going to rain. يا ولد. طيب. I have just listened to the weather forecast. سمعت لي نشرة جوية. They say it رين ممطر نشرة جوية بإيه؟ في دليل على الجو في غيام في رياح في إلى آخره وده في فعل في دليل يبقى they say it إيه؟ يبقى it's going to be rain نشرة ممطرة weather forecast عندهم دلائل على كده يبقى it's going to be rain. The family decide that a new car because of long way to school طريقة جديدة بسبب طريقة المدرسة هيشتروا الفرق ايه a new car عربية سوف ايه تشترى ولا بس يبقى ام يزر going to be plus past participle يبقى a new car is going to be bought وصلت كده a new car سوف تشترى لو في ديسايد يبقى من زار جون تو بلس فاتر لو باسف من زار جون تو بي بلس باست بارتيسيبل النيو كار سوف تشترى يبقى از جون تو بي بوت طب سهلة تالت حاجة قلنا ويل ومن زار جون تو بلس انفينيت او بي باست بارتيسيبل او باسف قلنا ويل مع الاوفر والريكوست والبريدكشن تنبؤ من غير دليل والبروميس والسجستشن اقتراح والديسيشن قرار سريع صح كده فيوتشر فاكت حاجة في المستقبل ثلاث تهديد وارنينج تحذير وده ويل انفنت او ويل بي باست بارتيسيبل قلنا انتنشن بلان ديسيشن او انتن بلان انتن ديسيد وده مع ام يو دونت تو باست انفنت وفعل في دليل ثالث حاجة بقى the present continuous tense بقى المستمر بدل المستقبل امتى؟ احنا قول ليه هو ام يظهر بلس فيرب ان جي ام بلاينج ان ستادينج ار واتشنج وده اسمه present continuous في المستقبل امتى ولا ده فعل ارينجد ترتيب لحدوثه have made all the arrangements عملنا كل الترتيبات دي هي المعنى يدخل في جملة يا المعنى واللي في ترتيبات حصل فيها أوكي ترتيب يعني إيه؟ هنعمل حفلة في ترتيبات تتم قبلها لازم نشيل الحاجة الخاصة بالحفلة أكل وشرب حد هيتجوز تجهيزات برضه بترتبها قبلها
حد هيسافر يرتب قبلها، تمام كده؟ ده في ترتيبات بتحصل حتى من ما يقول دول أرينج أرينجمنتس، حتى لو ملهمش ده بس قالهم وحللنا المشكلة. طيب they get money زوجي يبدأ هو بارت عنده حفلة لايف ترافل، وده بين في المستقبل سافر، ودي في ترتيبات ليه إلى آخره بقى. I can't meet you tomorrow، مش هقدر أقابلك بكرة. I to the dentist، راح ليه؟ طب السنين بترتيب مع السابق، حجزت جهزت، يبقى ده I'm in the room، I'm in the third class، يبقى نيجي، يبقى I I'm going to the dentist. He the office at 11 الساعة 11، he has got permission، كان بيه تصريح هيمشي بدري في المعاد، يبقى رتب خد الإذن بتاعه، خلص الشغل اللي عنده بدري إنه يمشي، وده برضه arrangements، وده is leaving. Okay. طيب we a party حفلة tomorrow and then everything is arranged، ده اللي بقى هنا حتى لو ملهاش ده حفلة هجيب ليها تجهيزات، عزومة الأصدقاء، تزيين المنزل، إصلاح الأكل والشرب الخاص بالحفلة، مزيكا إلى آخره. يبقى ده we are having continuous، we are having. I've arranged everything. كتبت كل حاجة to give. الله هي حكاية to give دي بقى. مفيش فعل بعد منها. مفيش أي أو هي أو شي أو زي أو إلى آخره. مفيش اسم شخص أو ضمير. وبعدين تيجي جنبها تكون فات. We've arranged everything to give for Baltimore. We've arranged everything I am I'm giving. لو في I فعل قبلها I'm giving. مفيش شوية أمور. ده بالظبط they decide و intend و plan و promise و expect و hope. وده اللي جم فعلا على طول اللي جابته بوظ. في فعل بعد منهم بعد منهم يبقى كل حاجة بقى حسب الحاجة الخاصة بيها. أنا مفيش أهو. أنت كل شيء تو جيف وفين؟ أفرنج يور ثينج أي يبقى جيفينج، أم جيفينج. مفيش فاعل يبقى تو جيف. أيوه بارت مور. بكرة أم ميد أول دي أرينجمنتس. يبقى أنا أهو. يبقى ده أم جيفينج. تمام؟ هنا في حال جيف. فعل فعل. أرينجمنتس. بريزنت كونتينوس. أم جيفينج. هنا مفيش فاعل يبقى تو جيف. وي فوتبول تومورو everything is the arranged، برضه جابها لي يبقى ار بلاي. عايزنا ملعب، جايزنا اللي لسه هنروح بيه، جبنا كورة إلى آخره. وار بلاينج فوتبول تومورو everything is the arranged. My uncle fly to London tomorrow، هسافر لندن بكرة. He has booked the tickets، حجز التذاكر، وعن ترتيبات العملة، خد فيزا، شال الحاجة اللي كنا معاها، ترتيبات، كنا بنقول معنى جمله بنقول كده، يبقى ده وأنكل إيه؟ is flying. Our class make a journey after 2 days، هعمل رحلة بعد يومين، رحلة، ترتيب، صح؟ حجز أتوبيس. حاجة ما هنا أروح فيه أشتري الأكل اللي هيجيبوه إلى آخره. وخلاص إيه إز ميكي أجرني أفتر تو دايز. بس هو إذا وار المفروض أرجع تنصح إز ميكي وار ميكي. رابع حاجة ذا بريزنت سيمبل تنس، الأمر البسيط ده للمستقبل. إمتى؟ المستقبلي طبقا للجدول الزمني مع الثابت، بعد ثابت ما بيغيرش، يعني تايم تيبل. يبقى ده بريزنت سيمبل، يعني بلين بعد الطيارة، ترين بعد القطار، شيب بعد السفينة بتسافر، باص بعد الأتوبيس بتسافر برضه، في الآخر ده في تايم تيبل، إنه بيحصل بقى النهاردة بكرة،
وده لازم سبت الأفعال النفسية إيه؟ وسائل المواصلة العامة والأماكن العامة، المدرسة بتبدأ الساعة 8، سينما 6 ل 9، مسرح 9 ل 12، تلفزيون مغرب 7، وأدوات واتساب. يبقى ده تايم تيبل، ده بيزنس سيمبل. الأفعال اللي بتيجي معايا إيه؟ الأفعال دي هتلاقي في الامتحان، طلب مضارب مستعطف. زي يا ولاد، زي ستارتس تبدأ، فينيشز تنتهي، انز تنتهي، تيك سوف تقلع، لاند ستابل، ايتش سوف يصل، رايز يصل، انز يبدأ، ذا ترين، السيكس اوف تومورو، الساعة 6 بكرة، ده ميعاده. طبعا مفيش تغيير، ميعاده السابق، يبقى يلبس ضرب بسيط. نترين اهو فوق الليفز، ذا فاينل اكزامز تيك بليس ان نكست جون، من القد معاد السابق برضه، يبقى تيكس ما غيرش شهر يونيو العامة، ذا ماتش ات 9 بي ام تومورو الساعة 9، معاد السابق برضه، يبقى ده ستارتس هيبدأ. طبعا دي نفسها لما بتضرب ضربة بس في المستقبل دايما، leaves takes starts finishes ends في الآخر. The Egyptian Museum متحف مصر opens بيفتح الساعة 8، take tomorrow بعد السبت 8 وقفل 6، ده كل يوم يوميا. English lesson بس إنجليزي عندي حصة من فلان الساعة كذا، finishes هتخلص أو starts هتبدأ أتيت الساعة 8، بقول معاد سابق جدول المواعيد. وين داز رمضان ستارت؟ هيبدأ إمتى؟ ده تقويم، دي معاد ثابت برضه، ثابت في الهلال لما بنشوفه. وين داز رمضان ستارت؟ طيب برضه قلنا ده قبل كده، ضرب زمنية منها ضرب بسيط، ضرب الثاني الثاني والمصدر. أفضل الواتش والسليب، واتش بريزنت سيمبل اهو، ده ويل فعل. افتر هاف فينيشد ويل سليب برضه بريزنت بيرفكت، تاني ويل فعل. وين اي هاف دان نو دو، دي صح ودي صح، ده بريزنت بيرفكت، ده بريزنت سيمبل، تاني بقول كولكت وذا ريزلت، نفس الامثله نفس هو اللي هناك. Once you have finished or finish your homework, will you tidy your room please؟ ست بوت خلاص واجبة، will you tidy؟ يبقى have finished perfect finish simple then you will tidy once. People won't travel in space until it has become or becomes less expensive. Until wasn't perfect wasn't simple then you will won't travel. من عايز من في مش هيسافر الفضاء حتى يصبح أرخص. I'll keep working hard until I have passed or passed the exam. We'll keep have passed. It's perfect, infinite, will must. Won't be able to write the report until I have done or do the research. Until. Even I have done, it's perfect. I'll do the system. Then he won't be won't invent. Once I have done or do the research, I will start. If I have done do, perfect or simple, then we will start, will fail. أمس حاجة بقى على future continuous، ده زمن جديد اسمه مستقبل مستمر. كون يا ولاد will be plus verb ing will be plus gerund كان verb ing will be playing will be working will be watching من آخر. إمتى مستوى المستمر؟ والفعل حصل في المستقبل. This is an action، حدث، happening، يحدث at a specific time in the future. واحد محدث في المستقبل، قال لي إمتى في المستقبل؟ ماليش في مورو سابني، قال لي في مورو 6 من الساعة 6، حدد لي إمتى؟ وده future continuous. تمام؟ هو واحد محدث في المستقبل مع tomorrow morning
الصبح مش تمورو بس، مورنينج، تمورو افترنون بعد الظهر، تمورو ايفنينج مساء، بالليل، تمورو ات 6 الساعة 6، all day tomorrow، النهار كل نهار اهو، استمرار اهو، the whole next week، الأسبوع اللي جاي، إذا ما future continuous، will be مال وإني، الحاجات دي يا ولاد ماشي، حدد لي إمتى في المستقبل، تمورو بس يبقى مول مرض، تمورو ات 6 يبقى ده continuous، مستقبل مستمر، will be ING. يعني لما أقول this time tomorrow مش الوقت غدا ولا كلمات next week الوقت القادم ومن 12 مرة 8 12 for the next week الأسبوع اللي جاي كله at this time tomorrow يعني في نفس الوقت ده هكون بلعب we will be playing later we will be taking ما بعد هناخد ايه هنتكلم عن ايه عن تطبيقات الصحة we will be talking this time next week مثل الوقت الأسبوع القادم she will be cleaning her flat في منظف الشارع الكلمات دي كلها تدل عليها for the next 2 hours ساعتين اللي جايين will be sleeping هقول نايم We'll be watching TV from 7:30 to 9:30 tomorrow. من 7:30 to 9:30 from the park. We'll be watching. أنا هعمل future perfect مستقبل تام. We'll have lost past the test. تكوين في الأكتر. طب الباسيف. We'll have been lost past the test. يدا يدا. نقول للمختار. من الاثنين. تقريبا الجملة. سوف يلعب will have played سوف يلعب will have been played يقول لي ده تقعدوا اشوف المعنى بقى عايز ايه بالظبط امتى verb ونيمة فعل will have been completed سوف يتم حدوثه ان مفيش هيخلص يعني في المستقبل مع ايه مع why or before جنبهم future time by tomorrow before the end next month I'm not sure again كده يبقى future perfect will have plus past participle and will have been plus past participle الجملة why or before the next month بحلول أو قبل نهاية الشهر اللي جاي أو قبل نهاية نيو بوك ممكن كتاب جديد يبقى ده why before يبقى ده will have past participle يبقى will have it. By the time you arrive home, you want to have cleaned the flat. By the time I then simple. Shall buy, then I'm in there. We shall have want to have cleaned. Manfi. Before the slash sleeps, I met them. She, or before I, مضارع بسيط, الثاني will have past participle ماشي will have done the homework تمام we want to have finished the operation by 5 o'clock الساعة الخامسة باي اهي يبقى want to have finished خلصناها pollution eliminate by 2050 التلوث يقضي على حلول عام 2050 وهيفضل ياخد عليه التلوث ده سوف ايه يقضى عليه يبقى ده باسيف واسيف ايه فيوتشر بيرفكت عشان باي يقول هاف بين واست بارتيسيبل ايفولوشن ويل هاف بين اليمينيتد باي 2050 ويل هاف بين اليمينيتد يا ولاد سهلة كده لو سوف يقضى عليه يقضى يبقى ده باسيف ويل هاف بين بلس باست بارتيسيبل بات ويل هاف بين اليمينيتد I will have finished my flat in 3 weeks' time. That has been last time. Will have finished. She will have been the she will have visited the flat by Friday. Had they in the shaft at her on the Goma by Friday.
شي دخلت دفلت بوش ردي باش ولا دخلت for the end of the century قبل القرن سنة الصليبية find a new alternative for oil هيجدوا بدائل للبترول before the end of the century مستقبل before مستقبل كده future perfect كلها في تصريف تاني العلماء مش بس يبقى will have power for the end of the century since we'll have found alternatives for oil بدل البترول. طيب exams take by next June by the guy امتحانات هتمتحن وهتمتحن لا تمتحن مش بيرفكت بس will have been تصرف تاني exams ايه will have been taken will have been taken يا ولد كده خلصت النهارده ان شاء الله الحصه الجايه ناخد يونت 9 مع بعض خليكم معايا تابعوني عشان ان شاء الله تجيبوا فول مارك باذن الله ارجو ان شاء الله دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تدخل وانا كمان نفس الصوره الجايه عشان نتابع بين الناس اوكي ويت اجين شو ذا ريست اوف لك لو ورحمة الله وبركاته.